افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ النسخة 18 لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط حول تآكل المعادن، وذلك بمشاركة أكثر من 500 مشارك من كبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين في مجال الصناعة من مختلف دول العالم. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير النفط والبيئة على ما تحظى به مملكة البحرين من سمعة طيبة لعقد مختلف الفعاليات بشتى المجالات والقطاعات ومنها النفطية، والتي تعزز بدورها الاستفادة العلمية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والدراسات. وأشار سعادة الوزير إلى أهمية مناقشة موضوع تآكل المعادن والذي تتمثل في أبرز عوامل تكوينه في الموقع الجغرافي والظروف المناخية واستخدام المعادن بشكل كبير في مختلف المجالات بما فيها خطوط الأنابيب والجسور والمباني والطائرات والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أهمية الاطلاع على التقنيات والتكنولوجيا والدراسات الحديثة بالإضافة إلى ممارسة طرق الوقاية من التآكل والصدأ للمساهمة في تقليل نسبة الخطورة والتكلفة. من جانبه أثنى الأستاذ وائل الجعفري نائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية لشركة أرامكو السعودية على استمرار تنظيم هذا المؤتمر منذ إطلاقه عام 1979 حتى أصبح منصة لتوطيد التعاون في أحد أكثر المجالات أهمية في قطاع صناعة النفط، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يجسد مسيرة 45 عاما من الشراكة بين أرامكو السعودية وجمعية المهندسين البحرينية، كما يعكس الالتزام والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. احنا كجمعية مهندسين بحرينية نسعى دائما الى عمل مؤتمرات عالمية بالتعاون مع مؤسسات تقنية عالمية لنضع البحرين في لتكون مركز اقليمي لصناعة المؤتمرات، وطبعا هذا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في البحرين. احدى اهداف ومن اهدافنا التي نسعى لتحقيقها في المؤتمر هو نقل التقنيه الى المنطقه في منطقه الخليج العربي عموما، ومشاركه متحدثين يقدمون احدث ما وصل اليه العلم والتقنيه في هذا المجال، وكذلك دورات لتطوير المهندسين العاملين في الحقل، وكذلك نسعى الى اقامه برامج تعاون بين الشركات المختلفة لدعم وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.